وجهت رئاسة الجمهورية يوم الجمعة الفارطة وثيقة للأطراف الاجتماعية والسياسية المشاركة في الحوار حول تشكيل حكومة وحدة وطنية، وثيقة بمثابة الأرضية السياسية اللي باش تأطر المبادرة وتوضح معالمها. ضمت ثلاث نقاط كبرى: أولاً تشخيص الوضع العام في جانبيه الاقتصادي والسياسي، ثانياً أولويات المرحلة المقبلة وهي الحرب على الإرهاب وإرساء سياسة خاصة بالمدن والجماعات المحلية ودفع التنمية ومقاومة الفساد وتبسيط الإجراءات الإدارية، ونقطة ثالثة عبارة على فتح أفاق ركز فيها رئيس الجمهورية على فكرة الوحدة الوطنية. وثيقة ثانية لحقت الوثيقة الأولى وهي عبارة على برنامج حكومة الوحدة الوطنية اللي تم اقتراحه خلال اجتماعات الأطراف المشاركة في الحوار. الوثيقة باش يتم عرضها للنقاش يوم الأربعاء 22 جوان لتعديلها وإخراجها في صيغة نهائية خلال اجتماع ثاني يتم يوم 27 جوان، ومن المنتظر أنه يتم التوقيع على الاتفاق النهائي حول حكومة الوحدة الوطنية يوم 29 جوان. إلى جانب التنصيص على أهم النقاط اللي باش يتضمنها برنامج الحكومة، فإنه الوثيقة شدت على إقرار هدنة اجتماعية لمدة سنتين على الأقل تلتزم فيها الأطراف المعنية بإيقاف الاعتصامات اللي تعطل الإنتاج. الوثيقة الثالثة الصادرة عن رئاسة الجمهورية تتعلق بهيكلة الحكومة واللي نصت على ضرورة تحلي أعضاء الحكومة بالوطنية والكفاءة والنزاهة والقدرة على التواصل. وفيما يتعلق بالتركيبة، فإن الحكومة القادمة باش تعتمد مبدأ الابتعاد عن المحاصة مع الأخذ بعين الاعتبار لنتائج الانتخابات والتقليص في عدد الوزارات عبر تركيز أقطاب وزارية، وباش تعتمد الحكومة حسب الوثيقة على خطاب اتصالي مبني على المصارحة. بالوثائق الثلاث المعروضة للنقاش من أجل المصادقة تتحول مبادرة رئيس الجمهورية إلى مبادرة رسمية، فهل ستقدر المبادرة على توحيد الصف وتشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية؟